اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه في حلقه النهارده. والحقيقه احنا يعني مش عايز اقول لكم المثل اللي هو يعني ايه بنعيد في المتعاد، لا هي مش كده بالظبط، يعني انه موضوع الاستثمار في مصر، الاستثمار في الصناعه واضح، وكنا بنتكلم في ده النهارده وامبارح في الفقره الاخباريه، انه هناك توجه جدي من الدوله بعد انهاء او قرب انهاء او الاقتراب من انهاء البنيه التحتيه اللازمه للتنميه الصناعيه، من ان احنا نبدا الاستثمار في الصناعه بشكل جدي يليق ويتناسب مع كل ما انفق وكل ما بذل من جهود ووفر من موارد، والا يبقى احنا عملنا ده فقط عشان يعني نسهل لنفسنا الانتقال من منطقه لمنطقه ومن كافيه لكافيه، يعني مش هنعمل انتاج. وبالتالي استثمار في الصناعه، طب ايه المشكله فين؟ يعني هل في الجهود شغاله؟ اكيد في جهود، احنا شفنا النهارده كان في اخبارنا كان في اجتماع ما بين وزير الصناعه والتجاره ومجموعه من المستثمرين الصناعيين الدنماركيين، امبارح رئيس الوزراء كان مع لجنه مختصه بالمناطق الصناعيه، في كلام بيحصل، لكن الدنيا ماشيه ازاي؟ هل هي بالسرعه والمعدل اللي احنا عايزينه وطالبينه ونحلم بيه ويتناسب مع اللي انفقناه وبنيناه، ولا في عوائق وجهود؟ واحنا بنتكلم هنا بمنتهى الصراحه لانه هذا موضوع للمستقبل، ده امننا الاقتصادي وامننا القومي عموما. بيشرفني في هذه الحلقه انه يكون معايا يعني اثنين من الضيوف الكرام، برحب بيهم الاستاذ الدكتور مهندس سمير صبري الخبير في شؤون الاستثمار واداره المشروعات الصناعيه الكبرى، اهلا بيك يا دكتور. والدكتور كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصريه، اهلا دكتور كمال. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا هبدا باللي ايده في الميه. كلنا ايدينا في النار. او في النار. انت ايدك في النار، يعني انا بتكلم كلام، واحنا هنا استضفنا قبل كده كان معانا النائب شريف الجبلي والنائب معتز محمد محمود، وكلاهما رؤساء لجان ومستثمرين كبار داخل مصر وخارج في افريقيا. صحيح. والاثنين اشتكوا شكوى مره. صحيح. من حوالي 3 أو 4 شهور كان هذا اللقاء. ايه حالنا النهارده بعد نقول ايه الدفعه اللي الدوله متبنياها بقوه لموضوع الصناعه؟ ايه حال الصناعه في مصر؟ هو بداية يعني أنا يعني بستغل هذه الفرصة وبشكر حضرتك على هذا اللقاء وبوجه التحية لمشاهدينك الكرام. هو الحقيقة يعني الدولة في ظل توجهات فخامة رئيس الجمهورية إن احنا دلوقتي بقينا عارفين إن الصناعة هي طوق النجاة الأعظم أو الأكبر في رؤية الدولة 2030 للتنمية الشاملة المستدامة. والصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية. مشكلة الصناعة زي ما حضرتك ذكرت هي انه استثمار طويل الامد، بيحتاج خبرات تراكمية، بيحتاج مجهود طويل علشان العائد بتاعه يظهر ويبان. زي ما ذكر فخامة الرئيس قبل كده، الحقيقة ما كانتش البنية الاساسية جاهزة علشان ننطلق بالصناعة، لأن الصناعة بتبقى محتاجة طاقة، والطاقة الحقيقة بتمثل 60-70% من الطاقة المستهلكة في الدول الصناعية الكبرى، مش الطاقة المستهلكة في البيوت والعقار وغيره وغيره، لكن الطاقة الحقيقية بتوجه للصناعة عشان الصناعة بتعمل قيمة مضافة، والقيمة المضافة هي اللي بتحقق الأرباح، وهي اللي بتعمل التنمية للدولة، وهي اللي بتخليها تقدر ترفع حجم الصادرات بتاعتها، وبالتالي يبقى عندها فائض كبير في الميزان التجاري بتاعها. بدون صناعة مش ممكن أبدا دولة تحقق فائض في الميزان التجاري بتاعها، حتى الدول القائمة على السياحة، وإن كانت السياحة أيضا صناعة. تمام. وصناعة بكل معاني الكلمة. هل الصناعة في مصر حققت الهدف المرجو والمنشود منها حتى الآن؟ بصراحة لا. هل نقدر نحقق الهدف المنشود والمرجو في ظل الظروف والأوضاع الراهنة؟ في ظل اقتناع القيادة السياسية والوزارة بأن الصناعة دلوقتي هي الأمل الوحيد، وأن احنا لازم نشتغل عليها بشكل علمي مظبوط، ونشتغل زي ما بيقولوا كده من البدايه ان احنا لازم هننتج مثلا بهدف التصدير. يبقى انا لما اعمل صناعه، هذه الصناعه تبقى قائمه على اسس ومعايير السوق الحر واليات العرض والطلب والمنافسه السعريه الحره بناء على الجوده والسعر والتكلفه والارباح العادله بين المنتج والمستهلك. ف
في هذا الاطار طبعا ممكن نعمل حاجات كويسه قوي. طب ايه المشكلات فين؟ هي المشكله فين؟ نستنى شويه هنرجع لها. اوكي مش مشكله واحده واضحه الحقيقه يعني. طب دكتور مهندس سمير صبري، دكتور سمير يعني الارقام الكليه اللي قدامي بتقول انه الصناعه في مصر القطاع الصناعي كله بيسهم ب 17% بس من الناتج المحلي الاجمالي. بالظبط. ويشغل 15% من اللي بيشتغلوا، طب القطاع غير الرسمي. طب دي الارقام دي لو انا ببص لها مقارنه، العلم يعني مقارنه. طبعا. مفيش العلم ملوش اي اساس في الدنيا لو رقم مطلق. الدول الصناعيه المتوسطه مش هقول الكبرى. ارقامها ايه؟ في مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي وفي التشغيل. في البدايه طبعا احنا بنتكلم عن ملف هو اهم ملف بيواجه الدوله المصريه دلوقتي وهو ملف الصناعه، واللي على مدار كل السنوات اللي فاتت بنسمع نفس الكلام وبنقول نفس الكلام، وان الصناعه فعلا هي قاطره النمو، واصبحت النهارده مش قاطره بس، هي الدافع الوحيد ان يحصل نمو اكتر في هذه الدوله. احنا بنمر كمان في مشكله اقتصاديه ضخمه، العالم كله متأثر بالمشكلة دي، فإحنا في مصر كان عندنا الاتجاه إن الصناعة تكون من ضمن المكتسبات، إن إحنا ناخد مكان دول أخرى تأثرت في هذه الأزمة. 17% من إجمالي الدخل القومي المصري رقم متواضع جدا بالنسبة لدولة. المفروض يبقى كام؟ المفروض الطبيعي الدول اللي بتقول دول صناعية كبرى بتتعدى ال 40%. دي الكبرى. دي الكبرى. طب المتوسطة؟ المتوسطة في العشرينات. 25 30 20 ل 30. عظيم. الدول الناشئة في مقدمة الدول اللي راحت للاتجاه الصناعي وصلت لل 30% وأصبحت عند الرقم ده بتستهدف تكون تقول أنا دولة صناعية. تحت ال 20% أنا يا دوب مش بكفي نفسي. لما يكون المساهمة من الإنتاج الصناعي 17% ده معناه إن أنا عندي في مشكله في الميزان التجاري بسبب قطاع الصناعه. صحيح. بستورد اشياء كتير. ايوه جدا. عشان نشرح للناس هو ايه بقى الميزان التجاري. الميزان التجاري الفرق ما بين اللي انا بصدره. أيوة. واللي انا بستورده في عندي فجوه كبيره جدا، ودي اللي مخلينا دلوقتي بنتكلم على الدولار وسعر الدولار. لولا دي مفيش مشكله بقى لا دولار ولا الناس هتسمع كلمه ازمه الدولار وارتفاع الاسعار. ليه؟ عشان مستورد. فهو في انفليشن في العالم، انا كدوله مش مكفي نفسي من الصناعه، في تضخم في العالم كله، فاصبحت بستقبل ده بشكل مباشر للمستهلك بتاعي. فالنهارده قطاع الصناعه من 2010 ل 2020 كان نسبه النمو فيه 2.5%، برضه ده رقم متواضع. ده الناتج المحلي كله بينمو اكتر من كده مرتين. بينمو اكتر من كده مرتين. مظبوط. اعلى سنه كانت 2018 عملنا 6.25. دي كانت المفروض مرحله انطلاق، كانت البنيه التحتيه خلصت، عندي المواني، عندي طرق، عندي الطاقه متوفره، كنا نبني عليها. طبعا مش هنقول ان مفيش اسباب خارجيه، لا، في جت جائحه كورونا اثرت، وقفت سلاسل الامداد في العالم، بس ما زال عندنا مشاكل كتيره جدا محتاج ندخل فيها. وكمان كلمه توطين الصناعه، هو ايه توطين الصناعه؟ دايما نقولها والناس بتسمع كلمه توطين الصناعه، انا مش هديله جنسيه عشان يبقى الصناعه دي وطنيه. انا توطين الصناعه يعني يكون ليها المدخلات معظمها محلي، سوقها عندي السوق المحلي ليها والفائض للتصدير. يا فندم انا هدي لك رقم طلعه صندوق النقد الدولي وهو بيبص على قطاع الصناعه في مصر. أكبر مصنع في مصر يعتبر انتجريتد وعنده تكامل لا يمثل غير 40% فقط مكون محلي، وال 60% مستورد. ده وضع الصناعة الطبيعي يا دكتور كمال في الدنيا؟ يعني احنا خلينا ناخد صناعة، أنت حضرتك عامل كتاب مهم لسه اسمه الصناعة مفتاح ال 100 مليار دولار. لسه صدر 21 يعني قبل الأزمة. قبل الأزمة الأخيرة. قبل الأزمة. طيب حضرتك أنا أخدت مثال انه الموضوع توطين الصناعه، والصناعه اللي بجد صناعه السيارات، وانت ذاكرها هنا من الحاجات المهمه. احنا عندنا صناعه سيارات ولا تجميع سيارات؟ هو كان عندنا صناعه سيارات. وامتى بقى عندنا صناعه لغايه نسبه كم مكون محلي عشان نقول دي صناعه مش تجميع؟ صحيح. هو يعني فكره التعميق المنتج المحلي، وان الصناعه تعتمد على كل المكونات او معظمها بما فيها خطوط الانتاج والنو هاو والمعرفة، نعم، نفسها، ده يجب ان هو يكون فكر واستراتيجية للدولة بتبني عليها، علشان في النهاية انا لما اعمل منتج يبقى المنتج ده يفوق 70% منه مكونات محلية. كده اقول دي صناعة محلية. وانا بثقة. ده طبيعي بثقة. تمام. والمفروض ان هي توصل 80 و90%. تمام. في المية. انا طول عمري بقول الاستيراد في حد ذاته مش عيب.
لكن العيب ان انا ما اصدرش ادي اللي بستورده مرتين او ثلاثه. وحضرتك ذكرت هي مساهمة الصناعة في مصر 17% حتى الآن، وكان هناك استراتيجية ان احنا نوصل ل 35% حتى 2030. طبعا نتيجة الأزمات الخارجية، لان في أزمات خارجية وأزمات داخلية، الاثنين الحقيقة يعني لهم ارتباط وثيق ببعضهم، ولازم نبقى احنا واحنا بنخطط للعملية الصناعية والاستراتيجية بتاعتنا نبقى شايفينهم وقاريينهم كويس. حضرتك ذكرت صناعة السيارات، صناعة السيارات في العالم كله بتعتمد على منتجات أساسية وبعدين مجموعة من المكونات ممكن أجيبها من كل دول العالم أستوردها، لكن تاني يبقى نسبة المكون المحلي في العربية دي يفوق 60 و70%. احنا دلوقتي ما عندناش ده. طبعا لا، احنا في معظم الصناعات بالذات صناعات السيارات، وانا من ضمن الكلام اللي قلته في ال 100 مليار الدول اللي بتعتمد على حجم كبير في صادراتها، اولا بتعتمد على صناعات الحديد، الصناعات الكيماوية، الصناعات الضخمة اللي ممكن تعمل بلكات أو أرقام كبيرة في عمليات التصدير بتاعتها. الصناعات الحديدية، صناعة الصاج نفسه أو الصلب نفسه، صناعة السيارات، صناعة الكيماويات، الأسمدة، دي صناعات مهمة جدا جدا. نسبة التعميق وعمليات التعميق المحلي بتحتاج بقى أن أنا يبقى عندي تمويل وعندي أراضي مرفقة وعندي طاقة وعندي مجموعة من العوامل الأخرى اللي تساعدني في أن أنا أعمل عمليات التعميق دي، لأن النهاردة كل دول العالم بتعمل عمليات بيسموها مساندات تصديرية للصادرات بتاعتها، بتعمل عمليات مساندة للمصانع بتاعتها في مواجهة المنافسة الدولية. ولما ناخد رقم زي ارقامنا مثلا في الصادرات، احنا السنه اللي فاتت صدرنا ب 45 مليار دولار، دوله جنبنا يعني مش عايز اذكر اساميها تصدر مثلا دوله عربيه 350 مليار، وبعدين دوله ثانيه مش عربيه صادرات غير او بتروليه، صادرات غير بتروليه غير بتروليه ادخل لدوله ثانيه جنبنا بتستورد اصلا الطاقه مننا وهي اكبر مستورد للطاقه مننا، تقوم تاخد الطاقه تصنعها تعمل عليها قيمه مضافه، ويبقى هي حجم صادراتها السنه اللي فاتت 280 مليار دولار، ودوله عندها ازمه كبيره جدا، نفس ظروفنا نفس عدد السكان تقريبا، لكن الفرق اللي بيننا وبينها ان احنا عندنا مقومات اضعاف اضعاف المقومات اللي عندها. احنا فعلا عندنا مقومات كبيره جدا، ان احنا دوله تنهض وتنهض بسرعه جدا. طب انا هقف هنا برضه وهرجع تاني لدكتور سمير. دكتور سمير، لو نعدهم كده بالترتيب والأهمية، إيه مقومات وجود صناعة في ظروف دولة زي دولتنا؟ يعني بالترتيب ونشوف كل عنصر ونرجع للدكتور كمان ناخد رأيه، هل ده متوافر ولا ربع متوافر ولا مش متوافر أصلا؟ ده سؤال. في البداية مقومات وجود صناعة في أي دولة مرت بتطور كتير جدا يا دكتور ضياء. كان دايما الناس بتبص إلى الخامات ومصادر الطبيعية لوجود الخام، وجود المنطقة اللوجستية، التميز الجغرافي، ده كان يمكن من 40 سنة تمام يخلي دولة صناعية. في ظل التقدم التكنولوجي اللي حصل، وهو ده اللي عمل الجاب في الصناعة المصرية. النهاردة الصناعة قائمة على المعرفة، على الابتكار. ماشي. أنا لسه عندي بداية المنظومة التشريعية المحفزة للصناعة المصرية. يعني ده أول عنصر؟ أول عنصر. المنظومة التشريعية. المنظومة التشريعية. بنكتب مع بعضه. يبقى كلا. أنا عندي المستثمر اللي بيدخل مجال الصناعة داخل وشايف قوانين أولاً واضحة جداً محفزة جداً، ثانياً لا تتغير لمدار على الأقل 20 سنة. هي الآن ليست كذلك. هي الآن ليست كذلك. عشان بس يبقى واضحين. هي الآن ليست كذلك. تمام. لو جينا نشوف التشريعات الضريبية الخاصة بالصناعة، التشريعات في أمور كثيرة جداً، في الرخص في لا بتتغير. بيحصل احيانا ان في قوانين متضاربه فبتعمل بعض المعوقات للمصنع. طيب ليه بنقول كمان التشريعات للصانع؟ الصانع يا فندم هو لونج تيرم، مدى طويل، مدى طويل، مش هيكسب بكره، مش هيشتغل النهارده يتاجر يصدر خلص. مزبوط. لا، ده هيبني مصنع ممكن ياخد له 3 لـ4 سنوات بس انشاء مصنعه. تمام. حط فيه رقم ضخم جدا يبدا يشغل، لو القوانين اللي هو بنى عليها دراسه الجدوى او الارقام الضريبيه او تغيرت كل ارقامه راحت. فده رقم واحد. رقم اتنين، الاستقرار السياسي في الدولة دي. تمام. ده الحمد لله رب العالمين ان احنا خرجنا من ازمتين كبار اللي حصل في 2011 و13، رجع الثقة تاني في الاستقرار السياسي. والارهاب اللي بعدهم وخلص. والارهاب طبعا. والارهاب كان مشكلة كبيرة بتواجهنا كمصنعين وكرجال صناعة. ده لما
الحمد لله حصل استقرار وحصل ان الدولة بدأت ترجع بقوة، ده كان احد المحفزات. ولكن بعد الضغوط الاقتصادية لما نبدأ نسمع اصوات واصوات تضر الدولة المصرية وغرضها كده، ما ده بيأثر بشكل غير مباشر على المستثمر الصناعي المحلي والاجنبي. اصوات خارج مصر، اصوات من الخارج، واصوات مش هدفها انها تعارض او تقول رأي، هدفها انها تهد البلد دي. صحيح. فالناس صحيح. دي لازم نقفل عليهم. طب نقفل عليهم الطريق ازاي؟ بالكلام زي اللي حضرتك بتعمله النهاردة. الاعلام بتاعنا يشتغل ويوعي الناس يا مصريين النهاردة الاستقرار هو اللي هيجيب لك سعر متواضع، سعر مناسب. الاستقرار هو احد الادوات الهامة لجذب المستثمر ولتشغيل مصانع وتشغيل ايد عمل. يبقى احنا عندنا التشريع ثم الاستقرار السياسي. طبعا. رقم ثلاثة بقى، من هو القائم على الصناعة في مصر؟ الجهة الرسمية. الجهة الرسمية عظيم. المنوط بها ده. النهاردة انا عندي وزارة التجارة والصناعة. وزارة التجارة والصناعة لازم يكون عندها الباور انها بتتعامل مع كل اجهزة الدولة، لان المصنع لما يجي يعمل مصنعه هيحتاج الارض، فيروح هيئة التنمية الصناعية ولا روح المحافظة ولا روح المحليات ولا هيئة الاستثمار. عندي تعدد لجهات الولاية. لما يجي يصدر تراخيصه، طبعا اللي انا بقوله ده حصل فيه شغل من الحكومة ومن الدولة المصرية بالرخصة الذهبية. تمام. ولكن زي ما دايما بقول الكلمة دي، احيانا من فوق متخذ القرار والقيادة السياسية تضع بعض القرارات الهامة جدا، وبنطلع نتكلم في الاعلام بنشيد بها كرجال صناعة وعندنا مصانع في الارض وشغالين في مصر وفي دول اخرى. تمام. تنفيذها على الارض لما بتوصل للموظف الصغير لا بتختلف. انا هدي مثال صغير حضرتك كنت طرف فيه. انا وانا في اكسبو دبي السنة اللي فاتت دي حصلت مداخلة مع حضرتك في البرنامج هنا. مظبوط. واتكلمت عن الضريبة العقارية على المصانع، وقلت قد ايه ان مزبوط. مصنع مليون متر مربع يحسب لي ان المليون متر مربع دول عقار ويدفعنا عليهم ضريبة وارقام صحيح. ضخمة. حضرتك قلت لي كلمت حد، قلت لك وزير المالية، وصلنا. بعد الحلقة دي بايام صدر قرار جمهوري بوقف الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات. صحيح. خدنا القرار ده حضرتك ونروح للموظف المسؤول في الضريبة العقارية، قال والله انا القرار ده ما اعرفش عنه حاجه، تدفعه وبعدين نبقى نشوف القرار. خدنا في الموضوع ده وقت الى انه وصل للمتخذين او اللي بيتعاملوا مع المستثمر تحت، لان انا مش هروح اتعامل مع الوزير، انا بتعامل مع موظف. فدي كانت اهم حاجه. القائم على الصناعه. القائم على الصناعه. النقطه اللي بعدها، النقطه اللي بعدها، فين دور مراكز الابحاث؟ فين الابتكار؟ تمام. فين البحث العلمي؟ صناعه النهارده في 2023 بدون بحث علمي وابتكار. مشكلة الصناعة المصرية ما زالت ان احنا بنصدر صناعات منخفضة القيمة التكنولوجية، بنصنف كده عالميا. انا النهاردة بتميز في صناعة ايه؟ صناعات كيماوية قديمة، صناعة اسمدة، صناعة اسمنت، صناعة حديد وصلب. الصناعات دي كلها اصبحت صناعات قديمة التكنولوجيا. انما لما نيجي نقول صناعات حديثة، صناعات متطورة، القيمة المضافة فيها عالية جدا. احنا لسه دي عايزة مراكز ابحاث. دور هنعيشهم على فكرة واحدة واحدة. الخامس وده عنصر مهم جدا، الترويج والتسويق. بعد ما قلنا في حد قايم كده انتجنا خلاص، انتجنا ماشي، اسوق المنتج بتاعي ده عشان اوصل لل 100 مليار دولار صادرات، هل انا معنى ان انا انتجت سلعه معنى كده ان انا فتحت لها السوق بره؟ لا، ده انا عايز اشتغل بالتوازي من النهارده وانا ببدا بعمل طفره ونهضه صناعيه واوصل ل 40% من اجمالي الدخل القومي لمصر. عايز اكون في جهه برضو مسؤوله عن هذا الترويج خارج مصر والصادرات. هنقف هنا او نرجع لهم واحده واحده. دكتور كمال، تضيف ايه لدول او تعدل في دول ايه؟ الخمس حاجات: المنظومه التشريعيه، الاستقرار السياسي، الجهه القائمه على الصناعه، دور مراكز البحوث في تطوير الصناعات، والترويج والتسويق. في ايه تاني؟ اضيف عليهم حاجه مهمه جدا. اتفضل. ونتبع حطها مطرح ما تحب. طبعا. الاولى الثانيه الثالثه. البيروقراطيه في تنفيذ التشريعات والقوانين اللي موجوده. هو الدكتور اشار لها بس يعني حطها ضمن يعني هي لا لازم تكون واضحه وصريحه. الحقيقه النهارده ما زالت هناك معاناه في اصدار التراخيص او تجديدها. معاناه موجوده. المصنع بياخد وقت كبير جدا جدا. ما هو ده دور القائم على الصناعه بقى. طبعا. تعدد الاوعيه الضريبيه على المنتجات. الحقيقه ده بند مستقل طبعا. احنا مش هنخترع العجله من جديد، احنا عايزين نشوف الناس اللي نجحت ازاي. الحقيقه لما تطلع برضو دوله جنبك هتلاقي الضريبه موحده، وحضرتك لو برضو بره في اي بلد للعالم الضريبه موحده على المنتج، ضريبه موحده. احنا الحقيقه التعدد في المسائل الضريبيه دي ده بيعمل عبء كبير جدا على المنتج، بيخلي فيه مشكله
بيجي يصدره بيبقى تكلفته عاليه. هو انا عايز بس يعني انا دايما متفائل ودايما متاكد من ان البلد دي لديها مقومات كبيره ان هي هتنطلق، وان شاء الله هتنطلق في يوم ما باهلها وبناسها. الصناعه في مصر تاني، احنا تقريبا عندنا 1,700,000 فدان مصانع موجودين في مصر في 147 منطقه صناعيه. المنطقه الصناعيه الجديده مظبوط؟ لا مش جديده، اللي موجود في كل مصر. موجود يعني شغاله ولا الجديد فيه 17 منطقه صناعيه دول امبارح كرئيس الوزراء دي معديه 22 مليون متر مربع. تمام. في طلبات من مطورين صناعيين معديه 13 مليون متر مظبوط. فمصر عندها مقومات كبيره، لكن المشكله دايما عندنا القانون يطلع تلاقي مليون مشكله بتواجه هذا القانون في التطبيق، في البيروقراطيه، في البيروقراطيه اللي موجوده في قطاع الضرائب، في قطاع التنميه الصناعيه، في الحصول على الاراضي. النهارده كل دول العالم بيبقى عندها من 10. طب ما تخليني اوقفك شويه، انا عايز اخد بند بند واناقشه بمنتهى الصراحه. طب هبدا معلش معاكم انتوا الاثنين وحضرتك تبدا بده بموضوع تعدد الاوعيه الضريبيه. ليه؟ لان احنا دلوقتي احنا عارفين احنا في عندنا ضريبه عقاريه على المكان، وعندنا ضريبه الارباح ضريبه على المشروع، وعندنا ضريبه الدخل الاشخاص، وعندنا وعندنا ضريبه القيمه المضافه على المنتج. يعني عند سؤالي بسيط جدا، الطبيعي في لحظه تيك اوف انطلاق لو انا هل اتصور، ده سؤال قد يحمل اجابه، انه يعفى المصنع اللي بيطبق شروط معينه من عدد كبير من الضرائب ده من الضرائب دي، هل انطلاقه بعد 3 سنين او 4 سنين او ايا كانت المده في انشاء صناعه هيعوض الناتج المحلي والدوله دي في ال 20 سنه اللي بعدهم، ولا الدوله تلحق تاخد حاجتها وان شاء الله ما نامت الصناعه؟ والعالم بيعمل ايه في اللحظه دي يا دكتور؟ لا بالعكس، ده هو ده سؤال مهم يعني. اتفضل دكتور سمير. اتفضل دكتور سمير قول لي. انا هو انا بس لان وزير الماليه هيزعل مني. ده سؤال مهم، احنا مش عايزينه يزعل. هو صديق عزيز لكن يعني انا بقول هو مش عايزينه يزعل، عايز اعرف الدنيا بتمشي ازاي. هو هيستفيد اكتر. بص حضرتك، مفيش دوله قامت فيها صناعه وصناعه قويه جدا غير لما خدت بعض المحفزات والحوافز. تمام. منها الضرايب. ودايما انا كنت دايما اقول المستثمر الاجنبي بالذات من ضمن بحثه عشان يروح يستثمر فلوسه فين بيشوف الدوله دي ضريبيا شكلها ايه. تمام. احنا مش دوله عاليه في الضرايب بالمناسبه. بس مشكلتنا تعدد الاوعيه الضريبيه. انا لما تيجي تقول لي على الارباح التجاريه والصناعيه في اخر الميزانيه هتاخد مني النهارده 22%، لا خليها 30%. تمام. بس المشكله انك تقول لي 22% رقم مجرد، انه رقم مجرد، وما اشتغل الاقي عندي ضريبه قيمه مضافه، ضريبه الدخل، ضريبه عقاريه، ضريبه ضريبه ضريبه، انواع كتيره جدا بتوصل ل 14 و15 نوع ضريبي. هنا هي دي المعضله. انا بقى اللي بقوله لو وزير الماليه قعد مع وزير الصناعه والتجاره ومع دوله رئيس الوزراء ومع المسؤول عن الاستثمار، وهنا برضو محتاجين وزير استثمار. انا دوله عمال اقول انا محتاج، ده مطلب يتكرر، مطلب مهم طبعا معاه. طبعا تمام تمام. لما تقعد المجموعه دي على ترابيزه واحده واحسب بالظبط لو اديت اعفاءات ضريبيه للمصانع واحط لهم بعض البنود، بنود زي ايه؟ مصنع يكون بيشتغل بالطاقه النظيفه. تمام. بيكون في منطقه نائيه في صعيد مصر. تمام. مش هيجي يعمل في القاهره وادي له اعفاء. مظبوط. روح لي في الصعيد وانا اديك اعفاء. يشغل عدد، اشغل عدد معين من العماله. تمام. ادرب العماله، اامن عليها بشكل بينتج محترم. شيء مختلف او بينتج شيء جودته كويسه قابل للتصدير. لما احط له زي قائمة اشتراطات ويطبقها، ادي له اعفاء عن بعض انواع الضرائب دي، ده بالتأكيد هيقوم صناعة والدخل القومي المصري هيزيد. والاهم من كل ده التشغيل. انا اهم حاجة للدولة انا بستهدف حاجتين، البطالة، ان انا يبقى عندي معدلات تشغيل عالية، ثانيا توفر السلع والخدمات ما استوردهاش من بره، ثالثا يا سلام لما اصدرها بره. الدولار اللي داخل هيدخل الدولة قبل ما يدخل جيب المصنع، هو داخل للدولة المصرية. صحيح. هيقوي البنك المركزي، هيقوي عملة بلدي. فالنهاردة لو اديت اعفاءات وحسبت تتعامل باناليسيز، واحنا ناس كلنا بنقول العلم هو الضابط. صحيح. نشوف هنضحي بقد ايه ضرايب في اللونج تيرم، في الشورت تيرم، على المستوى القصير، وهيكون عائده ايه على الاقتصاد القومي كله في اللونج تيرم في المستوى البعيد. دكتور كمال، النقطه دي تقول ايه فيها؟ ايوه دي نقطه مهمه جدا. هو يعني كل مهم المصنع حضرتك عضو اتحاد الصناعات لما يشوف اللي بيقوله دكتور سمير ده يشجعه؟ طبعا ده هيشجع المصنع المحلي، وهيدي فرصة كمان للمستثمر الأجنبي انه يجي لما يلاقي المستثمر المحلي او المصنع المحلي موجود وشغال وناجح. ده مناخ عام
هيجذب المستثمر الأجنبي. هو في النهاية المستثمر الوطني هو ده التارجت بتاعنا اللي احنا يعني دايما بنأكد عليه، وهو ده اللي بيشيل بلد في كل الظروف وفي أحلك الظروف وفي أصعب الظروف، هو المستثمر المحلي. لكن انت لما تبقى المناخ الاستثماري في القطاع الصناعي، وهنا أؤكد مرة أخرى على القطاع الصناعي، جاذب، لا هنجذب استثمارات كبيرة جدا. ضرائب كثيرة يعني الماليها قد إيه بالتفاصيل؟ وتقريبا توصل لكام في المية يعني الأرباح؟ الضرائب مختلف الضرائب أو على المنتج يعني؟ الضرائب في مصر بتتجاوز ال 20 و 30 و 40 و 50%. الضرائب هي متعددة لما المتعددة. في بحث صدر مؤخرا بيقول إن إجمالي أنواع الضرائب في مصر بتوصل ل 42%. على المصنع. على المصنع الإجمالي. احنا بنقول برضو تاني مش هنخترع العجلة، احنا بنقول الضريبة تكون موحدة، ضريبة واحدة موحدة مع حوافز زي ما قلت، مع الحوافز، مع حوافز التصدير، مع حوافز التصدير. المستندات التصديرية دي حاجة مهمة جدا لو احنا عايزين نرفع حجم الصادرات بتاعتنا. حوافز التصدير مهمة. المعدات الاستثمارية والرأس مالية، احنا فضلنا نحارب مع الحكومه يعني فترات طويله علشان نعفيها من الضرائب، لان ده معده استثماريه جايه تشتغل وتطلع انتاج. انا اخد على المعده ولا اخد على المنتج لما يطلع؟ انا اخد على المنتج لما يطلع. ما اخدش على الاثنين. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه المهمه جدا جدا الاراضي المرفقه. طب هرجع لها. الاراضي دي مهمه جدا جدا، بس الجزء الخاص بالضرائب والحوافز، توحيد المعيار الضريبي مهم. تشريعات مهم. محتاج تشريع، الضريبة تشريع، محتاج حوافز ضريبية قطاعي وجغرافي وكمان نوعي. أنواع صناعات بعينها أعفيها، ممكن أعفيها من واقع خبرتك ده شجع زي طبعا حصل يا فندم. احنا في مصر هنا تجربة ناجحة في ده في حكومة الدكتور نظيف وفي عهد الوزير رشيد. حصل ان ادى إعفاء للصناع في بعض المناطق الصناعية، كان منها المنطقة اللي في بني سويف ومنها منطقة في العين السخنة، طلع مزدهرين تماما دلوقتي، ازدهروا جدا تماما. دول خدوا 10 سنين اعفاء ضريبي. صحيح. هل انا مبني مصنع زي ما اقول، هل انا مبني مصنع؟ بني سويف دي اصبحت الماز في الصناعه. مظبوط. بسبب ان هو ادى اعفاء 10 سنين. فيها تكنولوجيا وفيها يعني فيها كل حاجه، دخلت صناعه تكنولوجيا، صناعات اسمنت، صناعات ثقيله. مظبوط. النهارده لما جه ادى الاعفاءات الضريبيه دي ادها 10 سنين. عارف بنقولها بالبلدي، وفي دول الجوار في ناس عامله ده، انا بجيب رجل المستثمر اللي بنى مصنع مش هيشيله على ظهره ويمشي بعد 10 سنين، هو مكمل معايا. صحيح. شغل لي ناس. انا بقول ده وقت مهم جدا القياده السياسيه في مصر تقعد تقرر اعفاء، يعني اعفاء تسهيلات، واختار المكان والنوع. وفي انواع من الصناعات النهارده، الهيدروجين الاخضر، الامونيا الخضراء، كل ده صناعه السيارات. السيارات في دوله زي المغرب خدت اعفاء من الضرايب 10 سنين، خدت المصنع مننا. المصنع ده كان هيتفتح في مصر. مظبوط. بالظبط. مظبوط. ده كان هيتفتح في مصر. مظبوط. فده ملف مهم جدا. الحوافز ما هياش بنقص من مداخيل وزاره الماليه، بالعكس انا بزود في الحصاله، ده انا بحوش له وبحطه في الحصاله. طبعا هنزود وبعمله، هنزود الدخل، انا بكبر يعني الكحكه. أيوة. بدل ما باكل من كحكه صغيره وعايز نصها، هديك ربعها، بس الكحكه بقت 10 اضعافها. عظيم. طيب هرجع بقى لموضوع المتعلق بالاراضي المرفقه، واحنا شفنا عديد من السياسات في موضوع الاراضي، بيع، حق انتفاع، تاجير، يعني وصلنا. وكان في فتره موضوع الاراضي ده صعب جدا تصور اصلا ان حد يمد ايده عليها، وكمان ضريبه عقاريه عليها. موضوع الاراضي ده ايه ده رايك فيه يا دكتور كمال؟ خدنا فيه وقت كبير قوي في الموضوع ده، يعني احنا برضو دايما العامل الوحيد اللي مش في ايدينا هو عامل الوقت. صحيح. يعني باقي العوامل الثانيه ممكن نشتغل عليها ونقدر نحلها، لكن عامل الزمن ده عامل مهم جدا جدا احنا دايما ما بنراعيهوش. اللي حصل في الفتره اللي فاتت نتيجه لشح الاراضي وعدم وجودها وعدم استطاعه المصنعين عليها، بقى في عدد كبير قوي من المصانع بره الزمام، خارج الزمام، خارج زمام المناطق الصناعيه. هذا الكم الهائل من المصانع هو موجود وقائم وبيشتغل وبيشغل عدد كبير جدا من العمال. احنا لازم نراجع هذا الكم، لانه بيواجهوا مشاكل كبيره جدا دلوقتي ما بين التطنين وتجديد الترخيص وهل هو تبع المحليات والمناطق الصناعيه ولا غيره. هذا القطاع اللي هو خارج الزمام بالكامل، اي مصنع شغال بيدور ومطابق للمواصفات
يجب ان تصدر ليه الرخصه خلال رئيس الجمهوريه اسبوع وجب ده رئيس الجمهوريه او 15 سنة او 21 قال اذا كانت مخالفات عند مصانع او لحد مساعدتهم تقاوم تصحح يعني حتى الان على ارض الواقع لم يفعل بالطريقه المطلوبه حتى الان. واحنا برضو بننور هنا مش عشان نقول ان في مشكلات ما لهاش حل، احنا بنقول عايزين نساعد. فكل المصانع اللي هي خارج الزمام يجب ان يراعى فيها كتيره ولا قليله دي يا دكتور؟ ده ارقام بالالاف بالالاف ارقام بالالاف. الحاجه الثانيه النهارده اي واحد عايز يتقدم لصناعه، لان الصناعات بتقسم صناعات صغيره ومتنافسه صغيره وصناعات متوسطه وصناعات كبرى. طيب ويجب ان يبقى انا عندي صناعات صغيره مش هتفضل على طول صغيره. انا المصانع الصغيره دي في خلال 3 4 سنين لازم تنقل تبقى متوسطه وبعدين بعد كده تبقى كبرى وبعدين ادخل صناعات تانية صغيره وبالتالي المجتمع ينمو والحجم يعني المجتمع الصناعي يكبر ويحقق الخطه المطلوبه او الهدف المطلوب منها. الترفيق الاراضي يجب ان تطرع للمصنعين باسعار معقوله وب تقسيط على مدى زمني كبير. الوضع الحالي ايه بصراحه؟ الوضع الحالي حتى الان هناك صعوبه جدا في الحصول على اسعار عاليه. ما هو اصلا المستثمر المصنع المحلي مش قادر ياخد اراضي. ما كانش مصنع او شركه كبيره وضخمه ما بتعرفش ياخد اراضي. فما زلنا حتى الان الصناعات الصغيره المتوسطه يجب ان تمنح لها الاراضي بكل الاشتراطات المطلوبه وياخدها بيدفع 20 او 25% جديه وبعد كده يقسط البيعه 4 5 6 سنين على بال ما يجيب المكن يحطه يدور يطلع انتاج الدوله تستفيد والمصنع يقدر يعمل عمليات النمو بتاعته. فالنهارده لما كانت مطروحه المجمعات الصناعيه 5000 6000 7000 جنيه للمتر مستحيل مستثمر صغير او مصنع يجي ياخد 1000 متر ب 7 مليون جنيه. طب هو هيجيب المكن ولا هياخد المبنى ب 7 مليون؟ صعب جدا عليه. اقتراحك ايه؟ بقترح ان طبعا فكره التمويل التاجيري دي افضل فكره لان هو في النهايه هيبقى عارف المصنع ده بتاعه بعد ما يسدد كامل القسط بتاعه على 10 15 سنه هيبقى المصنع بتاعه وبالتالي هيشتغل بجديه. وفكره الايجار في مصر ما زالت فكره في القطاع الصناعي يعني لا تلاقى قبول من المصنعين. فاحنا نقول الايجار التمويلي اللي هو التبليك على مده كبيره باقساط بفوائد اللي هي بتمنع للقطاع الصناعي، لان القطاع الصناعي مستحيل يشتغل على الفوائد البنكيه اللي هي 15 و20% ده مستحيل. مظبوط. طيب. فلابد يبقى ده متاخد في الحسبان حاجتين اساسيتين، الارض بسعر معقول والوعاء الضريبي يتوحد، دول هيعملوا شغل كويس. طب سمير، في موضوع الارض عايز تضيف ايه قبل ما اسالك سؤال خاص بيك؟ يعني في موضوع الارض انا بس عايز اقول ان فعلا احنا في وقت ضاع فيها ولكن في النهايه في نتيجه جيده جدا حصلت وهي حق الانتفاع والتمليك. ده بقى قائم دلوقتي، شجع ناس كتير انها تدخل في مناطق صناعيه وفكره المطور الصناعي الكبير. مظبوط. شركات ضخمه خدت مساحات كبيره وعندنا مدينه ضخمه جدا دلوقتي بتتطور. المدن الصناعيه الجديده دي وال17 مجمع صناعي دوله رئيس الوزراء خفض الاسعار ودي كانت اول مره تحصل. صحيح. بصراحه كانت سابقه ولازم نشيد بيها. صح. عند المنطقه الاستثماريه في فنها، منطقه الاستثماريه في الصف، في متغمر تحديدا بقول لحضرتك اسماء، حصل ان بعد ما الدوله اعلنت اسعار تراجعت عن الاسعار ونزلتها. حصل حتى مع التضخم اللي حصل. ففي توجه جيد جدا من الدوله عشان احل المشكله دي. اهم من الارض بكام اللي كان لسه بيقول الدكتور كمال عليه، المصانع خارج المناطق الصناعيه اللي هي تسويه اوضح. تسويه اوضح. الرئيس بيقول لك قال ده بشكل واضح يا جماعه، ما تقلقش على الارض لسه. لو تفتكر حضرتك ده في مؤتمر قال قال في مؤتمر 100 سنه على اتحاد الصناعات تحديدا. الرئيس قال كده وقال حتى مش عايز وزاره الداخليه تقعد تعمل لي محاضر وتقفل. اوجه كلام للسيد وزير الداخليه في هذا المؤتمر، في هذا المؤتمر 8 9 شهور الى الان. لا هي مرتبطه بالمحليات، احنا في المحليات في المجال وايدينا في المحافظات. عندنا مصانع في يمكن 10 محافظات في مصر. حضرتك بتيجي تخاطب التنميه الصناعيه يقول لك ده خارج الحيز المناطق الصناعيه، تروح تخاطب المحافظه يقول لك هات لي موافقه من الزراعه والري وكذا وكذا. في النهايه المصنع ده بيقف والا هتحول ان رئيس مجلس الاداره يتحبس. فبنضطر نوقف المصانع ونقفلها. ده مهم. والاراضي يعني مش عايز اتكلم فيها لانها فيها شغل، فيها شغل كبير تم على الارض. ممكن. وفي المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس كمان فيها فرصه كبيره للمصنعين الكبار شويه. يمكن دكتور كمال يقصد صغار المصنعين وده موضوع يقوم بيه جهاز
المشروعات الصغيره والمتوسطه لازم يكون ليه دور مهم الفتره ارجع له حالا. تمام. اذا حضراتكم دلوقتي يعني ده شيء انتم اتفقتوا عليه الاول ان في تطورات يعني ايجابيه في موضوع الاراضي جدا. طبعا. وانه موضوع تسويه اوضاع المصانع اللي خارج الزمام متعثره جدا. متعثره. وان التركيز الرئيسي في المحليات على القصه دي ان يعني المحليات واجهزتها هي اللي بتتحرك بالظبط. وانا بنوجه نداء قبل سياده اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه بانه هذه النقطه يعني تراعى لانه ده مهم. مش يعني المجلس المحلي او الوحده المحليه موجوده هتبقى موجوده هتفضل طول عمرها، بس البلد اللي هي فيها او القريه او المركز هيفضل زي ما هو. لو في المصنع ده وتقعد اكيد قرايب واصحاب وجيران موظفي وكبار مسؤولي اداره محليه في المحافظه والمركز هيستفيدوا. يعني الموضوع مش مجرد انه حق الدوله وحق الدوله. سياده الرئيس وجه بشكل واضح يا جماعه بانه الموضوع ده يسوى وما يروحش يعني لاي جهه قضائيه ما تدخلش في تقاضي. فالسيد اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه انا متاكد ان هو يعني ايه هيبقى يبدا ياخد اجراءاته او يستكمل على الاقل اجراءاته. طيب ارجع لحضرتك دكتور كمال دلوقتي بمناسبه الصناعات الصغيره والمتوسطه والقطاع غير الرسمي ومتناهيه الصغر مشكلة ضخمة. هنعمل ايه فيه ده؟ يعني قطاع اللي هو غير الرسمي تحديدا اللي هو ابو 60% وناس يقولوا 70 الدكتور سمير وناس يقولوا 50 وناس يقولوا 30 والله انا ما عنديش رقم واحد. محدش يقدر يقول رقم واحد. بقول لك اهو نعمل فيهم ايه وخاصة بقى في ظل انه الصناعات المتناهية الصغر وده كل اللي درس تجربة الصين طبعا شرق اسيا يعرف طبعا ولا زال هذا القطاع موجود مهم جدا مهم للغاية. نتعامل ازاي في دول الخبرات الدولية مع الحالة بتاعتنا دي؟ طيب في اكتر من بحث كان صدر عن البنك الدولي بيتكلم تحديدا عن دور الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر في قاطره النمو للدول وخصوصا القطاع الصناعي. ولقوا انه تجربه كوريا الجنوبيه، تجربه الصين، تجربه ماليزيا، فيتنام، كل الدول دي بالاضافه الى دول في امريكا اللاتينيه زي البرازيل ودول في اوروبا حتى زي فنلندا. لقوا انه القطاع ده طول ما هو مريض عمرك ما هيكون عندك قطاع صناعي قوي. وطول ما هو غير رسمي بيضر الاقتطاع. ده بقى المصيبة الأكبر. بيضر قطاع الصناعة ضرر كبير. وهدي حضرتك مثال. لو عندي مصنع صغير بينتج منتج رديء بجودة مش كويسة ما فيش عليه رقابة ما بيدفعش ضرائب وشغال تحت بير سلم زي ما بنقول وأرخص بيطلع منتج أرخص وكواليتي مش كويسة. فالمصنع المحترم اللي واخد الأرض بفلوس كتيرة وبيدفع ضرائبه كلها للدولة وبيراعي معايير الجودة منتجه أغلى والسوق في النهاية عرض وطلب. شريحة كبيرة من المجتمع اتجهت للسلعة الأرخص. الكبير ده ممكن يقفل. صحيح. عندنا من ده في مصر كتير جدا. وفي مصنعين كبار في البلد. بيقعد يعمل باركود ويعمل حماية ويعلن في التلفزيون ان المنتجات بتاعتنا الأصلية وكذا. يبقى أنا النهاردة عايز أحفز ده العصاية وأسلوب ان أنا أقعد أبض عليه وطرده بيروح لي في حتة تانية ويشتغل. نعمل ايه بقى؟ أحفزه وأشجعه وأقول له تعالى. هو خايف يجي ليه؟ اللي كنا بادئين بيه حضرتك المنظومه الضريبيه التحفيز. هو مش عايز يجي، هو مرعوب من كلمه ضرايب. الشمول المالي ده بيطفشه. ده بيطفشه. هو احنا لازم نسال نفسنا السؤال بقى بصراحه يعني طبعا احنا عايزين نسال نفسنا السؤال ده. هو القطاع الرسمي بيهرب ليه؟ غير الرسمي قصدك؟ الغير رسمي. القطاع الغير رسمي بيهرب ليه من القطاع الرسمي؟ ده السؤال. ليه طب رايك؟ اللي لازم يبقى له اجابه. يبقى والاجابه يبقى عند الحكومه. ايه الاجابه الاوليه؟ الناس بتطفش. ليه؟ لان المعوقات اللي قدام القطاع الرسمي كبيره جدا. اللي احنا ذكرنا اجزاء منها وهناك امور اخرى. يقول لك ده حالهم. انا ايه اللي وديني معاهم بقى؟ احنا دايما نؤمن ان الدوله شغال احنا دايما لازم نؤمن ان الدوله لازم تكون قويه. دورها هو سن القوانين ومتابعه تنفيذها وتعديلها طبقا للمتغيرات والمتطلبات اللي بتستحدث كل شوية. تمام. بس لابد أن يكون هناك عدل ونظام في تطبيق هذه القوانين. وبالتالي الناس اللي هتشتغل تحت عين وبصر الدولة طبقا للقوانين اللي محطوطة للدولة بتحطها وبتتابع تنفيذها وبتراقبها في الأسواق بكل دقة هتلاقي الدنيا مشت زي الفل. الناس بتهرب لأن الأعباء اللي موجودة على القطاع الرسمي كبيرة جدا جدا. وبالتالي بتحصل مشكلة
انك انت زي ما شفنا قريب جدا مصانع بتطلع بتضرب مثلا منتجات او اسماء او براندات طبعا، ومصانع تانية بتطلع منتجات الخطوره مش في ان هي سعرها قليل او جودتها قليله، ده هي الخطوره دي مثلا انا طلعت تيل فرامل غير مطابق للمواصفات، مظبوط، واحد حطه في عربيته وهو ما يعرفش، مظبوط، بيعمل مشكله كوارث كبيره جدا. القطاع الغذائي لابد تكون صحيح. يعني انت حضرتك في بعض الدول الاوروبيه مستحيل تلاقي منتج في اي مكان على ارض هذه الدوله غير مطابق للمواصف طالما انه منتج غذائي. فاحنا لازم القطاع الغير رسمي زي ما ذكر الدكتور سمير، انا معاه، انا مش هحبسه بس انا ادي له محفزات، ادي له اويرنس، ادي له معرفه، ادي له تدريب، اشغله اول 5 سنين غير ضرائب، اساعده في ان هو يعني الخلاصه يجيب مكن ومعدات جديده ويطور شغله، مش بخطوه واحده، لا مجموعه من الخطوات طبعا بالراحه بالظبط، مجموعه من المحاولات طبعا يعني. لازم زي ما قلت لحضرتك في البدايه مش هستخدم معاه سياسه العصا ولكن الجزره، هما الحال الاثنين مطلوبين. انا مش عايزه في الاول، حاله الجزره ما رضيتش، الاثنين مطلوبين، انا احفزه وفي حاله عدم الالتزام لابد من تطبيق القوانين بكل صرامه ومراقبه الاسواق ومتابعتها ومنع كل المنتجات اللي هي الغير مطابقه. هل اتعامل معاه كمشروع مصنع ولا كممول ضريبي من الاخر؟ مشروع مصنع، هو ده السؤال اللي هي حضرتك، السؤال ده حضرتك كده حليت الاشكال. انا هتعامل معاه مشروع مصنع ولا ممول ضريبي؟ لو انا دخلت له من منظور ممول ضريبي يبقى احنا خلاص كده قضينا عليه وما جاش اصلا، وهو مش هيجي وهيفضل القطاع الغير رسمي. خلي بالك القطاع الغير رسمي طبعا الارقام غير دقيقه لكن الارقام كبيره ومخيفه ومرعبه. فاحنا عايزين عندنا دور، لازم يبقى في خطه كمان للدوله الحقيقه، يعني ان احنا نجذب هذا القطاع. انتوا كاتحاد صناعات تقدروا تلعبوا دور فيها دي؟ احنا دايما بنلعب دور كبير قوي في الموضوع ده، في القطاع غير الرسمي تحديدا. طبعا احنا دخلنا في يعني في مشروعات القوانين اللي حصلت في مشروع الضريبه ده، احنا يمكن قعدنا معاهم شهور وعندنا لجنه اسمها لجنه الضرائب والجمارك عشان تقعد تحل كل المشكلات، عندنا لجنه المواصفات والجوده، عندنا لجان متعدده علشان نحاول نجذب الناس دول ونحاول نساعدهم، حتى اللي عايز ارض اللي عنده مشكله احنا فاتحين الابواب 24 ساعه. انا يعني الحلقه بتقترب تماما من نهايتها، ويمكن محتاج منك دكتور سمير وكذلك الدكتور كمال في العنصر الاول اللي احنا ما ناقشناهوش اللي هو المنظومه التشريعيه. التشريعيه ايه؟ مجرد ملخص شديد التلخيص، ايه اللي لازم يتغير في التشريعات؟ دكتور سمير ايضا يضيف الينا ويستعد السؤال الاخير له. ببساطه جدا حضرتك، تطور المنظومه التشريعيه في مصر تقريبا بقى لها 100 سنه. عندنا تشريعات لها علاقه بالصناعه المصريه، في بعض القوانين فيها ما زالت مرتبطه ببعض القوانين القديمه جدا اللي مش على ارض الواقع، دي محصوره والناس عارفاها. طبعا في حصر بيها واحنا تقدمنا بيها، ويمكن هنا بوجه برضو اتحاد الصناعات دوره لسه ما خدش الدور اللي المفروض ياخده في الفتره دي. هنا لو انا طلعت زي ما طلعنا قانون الاستثمار الموحد، قانون الاستثمار الموحد لما طلع وطلعت لائحته التنفيذيه كان بيقول ان المستثمر ما يخضعش للمحاكم ويبقى عقوبته الحبس في حاله المخالفات التجاريه. ده ما اتطبقش لان قانون الاجراءات الجنائيه منين؟ لا على ارض الواقع ما حصلش تعديلات في القوانين العامه المترابطه والمرتبطه بالصناعه. هو ده دور كتير جدا، التفاصيل كتير دي جداً. شبكه عنكبوتيه من القوانين معمول لها دراسات، معمول دراسات ليها محصوره جدا موجودة. وفي خبراء تشريعيين قعدنا معاهم كرجال صناعه تمام. واشتغلنا عليها، وفي احزاب سياسيه عملت الدراسه دي وبتتقدم بيها للبرلمان، ولكن محتاجه قرار سيادي شويه علشان هيغير في قوانين كتيره مرتبطه. عظيم، كلمتك ايه في الموضوع ده دكتور كمال؟ القانون الضريبه الحقيقه لازم يتم مراجعته، ولازم ناخد يعني حتى ناخد جايد من بعض الدول اللي مطبقه ضريبه موحده، لان ده بيعمل عمليات جذب المستثمرين بشكل كبير جدا. مستثمر هيجي يشتغل عندي بضريبه 5% موحده في دوله مثلا خارجيه، ولا يجي عندي بمجموعه من الضرائب مش هيجي، هيهرب. الحاجه الثانيه انا بطالب بتطبيق كمان القوانين اللي اتنفذت، قانون التنميه الصناعيه اللي نزل، الرخصه اللي هي بالاختيار خلال اسبوع والرخصه بتاع المسبق دي خلال 21 يوم او 3 شهور، ما بتنفذش ليه على ارض الواقع؟ لحد النهارده مش قادرين ننفذه. يعني الى ان نغير القوانين نطبق القوانين الايجابيه. يعني محتاجين نطبق القوانين. حضرتك مبادره اللي اطلقها رئيس الوزراء ال11% للقطاع الصناعي، وان الدوله والحكومه هي اللي هتشيل الفرق، لما
قال لك ما ينفعش يكون في نوعين من الفايده في البنوك. صحيح. وال 8% مبادره الصناعه من البنك المركزي ده غير مختص، ودي تعليمات واشتراطات واتفاق مع صندوق النقد. مظبوط. فوجئت بعض المصنعين كانوا معانا امبارح بيقولوا ان احنا ما زلنا لم المبادرة تطبق دي لم تطبق. لم تطبق لم تطبق تماما، والبنوك ما عندهاش فيها خلف، وده دوله رئيس الوزراء اصدر قرار بيها. فهو ده دكتور مصطفى، اتمنى ان يصلك ما نقول او ان تكون بالصدفه يعني ترانا الان هذا القرار لم يطبق بعد. انا الحقيقه خلصت الوقت خلص، مش انا اللي خلصت انا يعني لما اشكر حضراتكم شكرا جزيلا بجد، يعني استفدت وتنورت. اشكرك دكتور كمال دشوي عضو اتحاد الصناعات المصريه، بشكرك جدا ومبروك على الكتاب القديم، لكن مبروك لانه بيناقش الوضع الراهن. الدكتور مهندس سامي صبري الخبير في شؤون الاستثمار وإدارة المشروعات الصناعيه الكبرى، اشكرك. شكرا دكتور ضياء. مشاهدينا الكرام، تقلنا ما تقلناش لكن قلنا الحقيقه، يعني انتوا بقى يعني شوفوها زي ما انتوا عايزين، وجهنا نداءات وهنفضل نوجه ونفضل نتناقش في الموضوع ده الى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هذا البلد يقلع في الصناعه. سعدنا بيكم، وانتهت حلقتنا هذا الثانيه لهذا الاسبوع، ونلتقي بيكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم.